بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. ساعات بنقعد كأمهات وآباء أو أقارب نتناقش في مواضيع بتخص أبنائنا، بنلقى إنه في جانب له علاقة بغياب الطفل من المنزل، بنلقاه ممكن ياخد فترة طويلة برا المنزل، أو حتى إذا كانوا أطفال صغار ممكن بعض السلوكيات أو بعض الصفات أو حتى بعض الألفاظ بتدخل البيت وهي ما موجودة داخله. المسألة هنا لها علاقة بالصداقة، إحنا كيف ممكن نختار لأولادنا الأصدقاء الجيدين خلينا نقول، وكيف نقدر نبتعد من بعض السلوكيات السيئة عن طريق الأصدقاء وإحنا نفهمها لهم بطريقة صحيحة وبسيطة. حلقتنا هتكون مشاهدينا مع دكتور نصر الدين أحمد إدريس، هو مختص في علم النفس الاجتماعي وأستاذ ومحاضر بجامعة أفريقيا العالمية، هيشرفنا بعد شوية. أهلا بكم وأهلا بكم. بيت الهنا، اهلا بكم مشاهدينا واهلا بضيفنا، شرفنا داخل صالون بيت الهنا دكتور نصر الدين احمد ادريس، وهو مختص في علم النفس الاجتماعي واستاذ ومحاضر بجامعه افريقيا العالميه. اهلا بك وشرفتنا دكتور. اهلا بك وبارك الله فيك. اختيار الاصدقاء دي مساله يعني جميله وفي نفس الوقت صعبه لاولادنا وبناتنا، فعموما خلينا نقول انه في يعني سبحان الله بانه يقول لك المراه على دين خليله يعني. فهنا المساله بتبقى صعبه لانه بالمجتمع بشكل عام تغير، النواحي الاجتماعية والاقتصادية أثرت في الناس، فإحنا هنا بجد بنخاف على أولادنا. خلينا نقول في البداية بالنسبة لاختيار الأطفال بالنسبة للمراهقين. نعم، هو الصداقة قيمة إيجابية، قيمة دينية، لأن واحدة من الموضوعات في معنى الحديث إنه رجلان تحبا في الله واتمعا عليه وتفرقا عليه، وبالتالي مدخل بيدخلنا الجنة وغيره. ولذلك الصداقة مهمة جدا جدا، ومهم انه جانب يعني في الانسان اللي هو ما نسميه بالنمو الاجتماعي، كيف انه يتعرف الانسان ويبني علاقات مع الاخرين، دي البدايه. وبيبدا اصلا عاده ببناء العلاقه مع الام بحكم انه الام هي مصدر الغذاء ومصدر الاكل والشراب والاهتمام وغيره، وبعد ذاك بتمشي للاب والاخوان وهكذا بتمشي. وبالتالي ده المسار اللي بدايه الصداقه قصدك ما بين الابن وامه، ده بدايه الصداقه باعتبار انه هي مرحله يصل فيها النمو الاجتماعي لانك تتعرف على الناس خارج البيت. وبالتالي تتعرف على الاخرين خارج البيت بيبنى على اساسك كيف انه علاقتك مع ناس البيت داخليه، وكيف علاقه والدينك بيك وهكذا. او ممكن نفصل انه الصداقه داخل البيت وبعد ذاك الصداقه خارج البيت. ايوه، عارف دكتور في ناس بيقولوا شنو، بقول لك احنا بنربي والمجتمع بيفسد. بنبدا على المثاليات ونقول لهم ما تكذب وما تعمل كده وكده عيب وكده حرام، بيطلع برا بيلقى في حاجات مختلفه بيحصل له نوع من الصدمه. فالمساله دي كيف ممكن احنا نعالجها؟ هو اولا في جزئين اساسيات، يعني الجزء الاول اللي هو داخل البيت ومدى قوة إلزامية التوجيه، وده بينتج من شنو؟ يعني العلاقة ما بين الآباء الأب والأم وأبنائهم والتوجيهات اللي بوجهها لهم، هل إنه الأطفال عندهم درجة بتاعت التزام بها؟ مش التزام بالتزام زي التزام القانون، لا، الالتزام الداخلي نحس إنه من جوا هو متقبل. يعني متى ما كان الابن حاسي بهالة الأب داخله وانه الاب ده يعني عنده درجه بتاعت احاطه بتاعت حنان وغيره به، هنا بيكون انه ارضيه صالحه لانه الانسان انه بيتقبل الاشياء ويكون عنده قوه الالزام في انه ما بيعمل لانه ابوه قال له كده. في مقابل خارج البيت في انماط مختلفه من التربيه والتنشئه. انا قبل قلت لك التنشئه الاجتماعيه، والتنشئه الاجتماعيه هي ببساطه انه القيم والعادات والتقاليد اللي احنا بنديها لابنائنا في الاسر المختلفه، وبالتالي بيختلفوا من اسره لثانيه. صحيح، لما يطلعوا نلقى انه في اسر نجحت 50%، في واحدين 40%، واحدين 20%، واحدين ساقطين، وفي واحدين ناجحين بدرجه عاليه. فبالتالي الطفل بيمشي مع المجموعه دي، لو بدت بالروضه او بدت بالمدارس بتاعت الاساس او غيرها. نعم، هنا الجوهر انه كيف انه الطفل يستطيع انه يتعايش مع الوضع ده ويستطيع انه يتعامل معه ايجابيا. ما قبل انا كنت بتكلم عن الرقابه الذاتيه، في انه وجود الطفل بعيد من الاب والام والاسره، ولكن حاضرين
في دواخله. صحيح. نعم. وعندنا نموذج جميل جدا السيد علي مصطفى، هو أب عنده أولاده بيتعامل معهم بطريقة جميلة جدا. نعم. هو صديق لأبنائه، نشوف رأيه شنو في الأصدقاء ونشوف بيتعامل كيف مع أصدقاء أبنائه وكيف الصداقة بينه وبين أولاده. تعالوا نشوف سوا. هو طبعا بالنسبة للأطفال الواحد يعني ما بتدخل بصورة أساسية في اختيار أصدقائهم، لكن بتدخل في توجيههم على حسب التربية الاجتماعية والدينية بتاعتنا احنا. فبعد ذلك الواحد بيراقب أصحابه كويس، هل صداقاته دي ماشية في الطريق الصح ولا لا. الأسس بتاعت اختيار الصداقة بالنسبة لنا اللي هي الأسس اللي نحن بنربي بها أولادنا، إنه كذب ممنوع، ما في كذب يعني، حياتنا شفافية في التعامل. فعندهم صداقات من مستويات مدنية ما ينفوا منها، وعندهم صداقات من الناس مستوى الدخل بتاعه الأعلى، لكن كلها في النهاية بتصف في إنه صداقة وبس. الصداقة بيني وبين أولادي أو صداقة بين زوجتي وأولادي بيخلي فعلاً إنه الناس يعني تختار معايير بتاع الصداقة عالية، أو توجههم لاختيار معايير بتاع الصداقة عالية، لكن ده ما بيعني فرض الرأي. يعني في كثير من الأحوال مثلاً بيجي زول بيقول لك والله يا أخي أنا شايف الزول ده زول كويس، شايف الزول ده زول كويس، يلا حسب هو شنو، حسب المعايير اللي هو مكتسبة منا نحن مثلاً. رغم واحد عنده حساب في الفيسبوك اوكي، لكن ما قاعد اخش فيه اصلا، يعني مش ما قاعد اخش فيه، لا انا ذاتي موصل له والقناعه بتاعتي انه الفيسبوك ده ما هو الموقع اللي ممكن يلقى فيه صداقاته بالطريقه اللي. في كثير من الحالات طبعا احنا يعني بنشجع انه الصداقات دي تكون صداقاته سريعه، فبيحصل انهم بيعزموا اصحابهم في البيت هنا، انا بتولي انه اجيب له اصحابه زي ذاتهم يجمعوا له هنا، هم ذاتهم مثلا كل يومين بيمشوا يلاقوا اصحابهم، يمكن اصحابهم كلهم من منطقه المدرسه ذات اللي هي حي العرضه، فبيمشوا بيلعبوا معاهم وبياخذوا مساحه بتاع بالذات في الاجازه يعني. فأنا بنصح كل أسرة إنها تتعامل مع أطفاله في إنه كيف اختاروا أصدقائهم، زي ما هم بيتعاملوا مع روحهم في إنه كيف اختاروا أصدقائهم، نفس المعايير اللي بتبعهم نفس المعايير اللي بتبعها مع أولادهم. طبعا ده كله بتلخص فيه حاجتين، المعيار الديني المتعارف عليه داخل الأسرة، والمعيار الاجتماعي الأخلاقي القيمي الموروث. فما في رؤية ثانية بتخلي الزول يعني يحدد إنه والله تختار ده ولا ما تختار ده. أنا بشكرك بصراحة وبحييك وأتمنى لك السعادة والتوفيق بينك وبين أولادك، وزي ما بقولوا إن كبر ابنك خاوي، أنت فعلا ساعدت في المسألة دي، نتمنى له إن شاء الله كل الخير. نعم. رأيك شنو في القصة اللي احنا شفناها سوا دكتور؟ هي قصة مهمة جدا وإيجابية جدا، وده بتخلينا فيما قلناه عن الصداقة الداخلية أو صداقة الأسرة، كيف إنه الأب يكون صداقات قوية جدا مع أبنائه خاصة الأولاد. عنده رأي في مسألة الفيسبوك والنت بشكل عام. نعم. بأنه هو ما بيفتكر صداقة، نتكلم فيها من ناحية تخصصية. هل هي الموضوع هي فعلا؟ أيوة أنا ممكن نتكلم فيها، ولكن أنه الأم أيضا مهم جدا أن يكون علاقات وصداقة مع يعني متغير النوع. صحيح. الأم صداقاتها قوية مع الأبناء، والأب صداقته قوية مع الأولاد، وهكذا. بعد ذاك بيكون دي الصداقات دي هي درجة من درجات النجاح العالي جدا في العلاقات العادية. يعني لما يكون علاقات قوية بتتحول لصداقات، والمسألة بتكون جميلة وممتازة جدا، بتخلق الحالة اللي شفناها دي. بالنسبة للصداقات الثانية، الصداقات الافتراضية
الفيسبوك وغيره بما عنده مسائل ايجابيه وفي مسائل سالبه يعني. مسائل ايجابيه اذا انه انا استغليت الفيسبوك في ايجابياته، والسلبيه في انه هو صداقه افتراضيه، مساحه كبيره جدا متاحه للناس، ولكن الشخصي انه هدفه هو اللي بيحدد لك. ودل الموجود هنا. نعم. الان يعني المراحل العمريه، مراحل المراهقه وغيرها، ووجود الصداقات المفتوحه بكل الاجناس المختلفه وحتى الانواع ذكور اناث وكذا، دي يعني احيانا انه بيكون فيها اشكالات سالبه. عشان كده احنا المفروض نعرف كيف نختار اصدقاء لابنائنا عشان نتجنب المشاكل دي يا دكتور. نختار لهم كيف الاصدقاء او نخليهم يختاروا، لكن احنا نكون عارفين كيف هو المساله يعني انه انا اختار لابنائي اصدقاء، دي مساله ما دقيقه، لكن انا بختار لهم اصدقاء من خلال جوانب ثانيه المناسبين، قصدي يعني يكونوا هم مثلا 20. نعم. او 10 يعني، خلينا نبدا حتى 5 من الفتره بتاعت الطفوله. انا ممكن كيف اشوف انه انسب 2 له او 3 له اللي هم، والثانيين عندهم بعض الصفات اللي شويه ما عاجباني كأم بقوم بخليه. المهم شنو؟ المهم دائما الاب او الام، ولو الاب مع الابناء او الام مع البنات، دائما يكون انه صداقات ابنائهم يكون يعني محيطين بها، دي حاجه مهمه جدا جدا حتى انه يتدخلوا. وبالتالي انه البيت اذا كان انه الام بالتالي عندها صديقات تحاول تتقرب لهم، وهي اصلا قريبه لبيتها، وتدعوهم في البيت وتتناقش معهم، تستطيع بخبرتها هي بتلمحظ انه والله فعلا البنات دي كويسات، بالإضافة لأنه ممكن بعد ذلك تتحول الصداقة منهم للأسر. وحاجات إيجابية كثيرة حصل بالمناسبة، نماذج أنه صداقات بين أبناء أو بنات تحولت للصداقات بتاع الأسرة، ودي الإيجابية. أما إذا كان الأسرة ما قادرت تحيط بأبنائها، وأي واحد بيكون له صداقات بعيدة عنهم وما عارفين التفاصيل شنو وغيرها، بتبقى انه ممكن الواحد يقع في مشكلات انه اختيار خطا للاصدقاء. ممكن يعني ناس يقول لك يا دكتور والله الحاجه دي انا فعلا بقدر عليها في الفتره بتاعت السن المبكره بالنسبه للطفل، لكن اول ما يبدا في سن المراهقه اللي هو خلاص بدا يطلع للشارع وبدا يكون عنده صداقات من اشكال اخرى، يعني مش من المحيط حقه، جيران او صديقه، فبقت الحكايه اوسع شويه. انا هنا اقدر اراقب كيف؟ انا ما بقدر اجيبهم مثلا او اتعرف عليهم بشكل كامل، يمكن في ناس ما بيقدروا او ما برضو انهم يجوا، فكيف اكون محيطه وملمه وفي نفس الوقت اكون مراقبه؟ هو الطبيعي انه بالذات للاسر اللي يا دوب يكون عندها ابناء يا دوب صغار، يعني انه انت اذا اردت انه انت تنجح في انك تختار لابنائك اصدقاء من غير ما انك تتدخل تدخل مباشر وغيره، يعني حاول تكون قريب لابنك، كون صداقه معه، ابني فيه رقابه ذاتيه، ابني فيه انه يستطيع انه يعني يميز بين الصح والخطا ويسمع كلامك. اذا نجحت في الحياه دي ما في مشكله، انه هو بعد ذلك بيمشي وبعد ذلك هو بيختار ما عنده مشكله. بالنسبه للاسر اللي بيكون عندها مشكلات حاصله، انه واقعين في انه ابنائهم عندهم اصدقاء وممكن يكون اختيار خطا، تتدخل. اقرب حاجه له هو انك تكون قريب له، ايا كان الحاله اللي هو فيها انك تكون قريب له، لانه صداقات الخطا بتولد نتائج ثانيه خطا، وبالتالي انت صعب جدا انك تستطيع انك تعالج اشكالات زي ده. كل ما بقيت قريب له وكل ما شاركته، مع انه يكون عندك درجه من درجات التحمل، يعني في ناس النفس بتاعهم يعني قصير جدا، صح. انه يعمل يعني يجربوا مره ومره ثانيه يقول ايه والله ده ما فايده منه، انا تعبت منه، صح. ما في حاجه يقول انا تعبت منه، طالما انه انت اتخذت قرار وكونت اسره. وفي نوع ثاني من الاباء اللي ممكن يتسلط على الابناء بحكم انه بحجه حمايه اطفالهم، تبعد من ده خلاص لانه أيوة. انا عارف مصلحتك اكثر، والكلام ده ممكن ما يقنع الطفل يعني. ده خطا، وبالذات في الاسر اللي بيكون ابناء قليلين، يعني واحد يكون عنده ولدين او يكون عنده بيت ولد، وبالتالي عنده درجه بتاعت احاطه عالي جدا، يتدخل في تفاصيلهم، يلغي حتى شخصياتهم، صحيح. وده بيخليك انه النمو اللي تكلمت عنه، النمو الاجتماعي، يصل لمن يصل خلاص ماشي في المدرسه وعلاقته مع الاخرين يقطعوه. طوال يولد الطفل يكون انه لغايه ما يصل الان في نماذج كثيره انه واصلين مرحله انه تخرجوا من الجامعات ولكن علاقاتهم محدوده جدا، ما عندهم علاقات اجتماعيه، ما عندهم علاقات، وده طبعا بيكون مشكله من الام والاب وتعامل، ودي ممكن بالنسبه للابن او الاب لما يصل مرحله بتاعت انه يكون علاقه يعني بتاع الزواج ويعني يكون أسرة،
هو عنده يعني استعداده أو احتمال إنه يفشل في الحكاية دي أكثر. وحتى الحكاية الديت ذاتها لما تكون هي علاقات بسيطة ويكون هي ما عندها علاقات اجتماعية ومكونات الاجتماعية ضعيفة، هي احتمال تكون فاشلة حتى في إدارة علاقاتها مع زوجها. ما يعني مشاكلها احنا ما نستهين بها المسألة، مش بس في فترة محددة لكن هي هتستمر لغاية فترة أطول. هنشوف كيف احنا ممكن نتعامل دكتور مع هذا النوعية أو هذه النوعية من الطفل، وخلينا نشوف انه ممكن في المستقبل كيف ممكن ننمي هذه المسألة من نواحي إيجابية بعد الفاصل. خليكم معنا إن شاء الله. بيت الهنا، أهلا بكم مرة ثانية. نتواصل معكم مشاهدينا والأصدقاء. بالنسبة لأطفالنا هو شيء مهم لأنه بننمي عندهم الصداقة والعلاقات الاجتماعية الجميلة، لكن في بعض الأمور اللي احنا بنتعامل بها كأمهات وآباء بنحاول قدر الإمكان نبتعد منها. نتواصل معكم، نتواصل معك يا دكتور، أهلا بك مرة ثانية. أهلا بارك الله. دكتور نصر الدين، من الحاجات اللي احنا بنعلم الأولادنا إنهم كيف يعني يبدو يختاروا الصديق، يعني نديهم شوية، ندي الأم والأب شوية نصايح في إنه عملية اختيار الصديق وبعدين الصديق الكويس والصديق الكعب، كيف إحنا نقدر نوري أولادنا إنه والله بالحاجة المعينة دي أنت هتعرف إذا ده كويس ولا كعب، فبالتالي تتعامل معه أو تتجنبه. نعم، يعني مهم جدا إنه الأبناء إنه يعرفوا الاختيار الصديق كيف. والدور بتاع الأب والأم مهم جدا باعتبار إنه هم خبرة في هذا في المجال ده. يعني ببساطة إنه أنت لازم تميز للابن، لأنه هو في حالة بالذات الناس الخاشين في مراحل الأساس السنوات الوسط يعني خامسة سادسة وكده، فديل بيعرفوا مجموعة ناس ما بيميزوا ما بين الزمالة وما بين الصداقة وما بين، مهم جدا إنه أنت لازم تتكلم معه وطوالي باستمرار انه يا اخي الصديق، يعني تتكلم عن صفات الصديق انه الصديق ده دائما يعني ما بيكون كذاب، الصديق ده دائما بيكون صادق، الصديق ده دائما بيكون يعني بيهتم بحياته، يعني ما بشكل دي حاجات كثيره جدا، حتى انه تكلمه يعني في انه هي يقدر يميز ما بين، يعني يقدر يعرف انه من خلال كلامه مع اسرته طبيعتها كيف، تفاصيله كيف، ما يكون بس علاقته به بس إلا داخل المدرسة فقط، لا لازم إنه يعرف المؤشرات الخارجية، علاقته في أسرته، في تفاصيله، في حتى في 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 علاقاته هو ذاته مع الآخرين من حوله. يعني ممكن أوضح له برضو مسألة العمر، إنه الواحد مرات الأم بتخاف إنه الطفل يصاحب طفل أكبر منه مثلاً. هو العمر ممكن يعني ممكن يعني، لكن العمر دائما نخلي التفاعل الاجتماعي والعلاقات المباشرة هي اللي بتحدد، لأنه دائما لو حددنا مسألة العمر بعد ذاك في كثير من الأطفال يبحثوا عن العمر وبقى حتى العمر ذاته ما بيلعب دور كبير جدا، يعني الآن يعني حتى العمر ذاته بقى الزمن بقى ما بيحصل تغير. نعم. في الجسم بتاع الإنسان زي ما كان زمان يعني. طيب دكتور بالنسبة للأولاد خلينا نقول حتى الكبار اللي بيقوا واعين اللي ممكن بيشوفونا حاسس يقول لك والله أنا بالنسبة لي شايف إنه ده صديق كويس لكن بالنسبة لأبوي وأمي هو ما كويس، إحنا حابين نقرب يعني الفكرة ما بين الأمهات والآباء وما بين أولادهم. هو مهم جدا إنه الطفل يعرف إنه أبوه وأمه عايزين مصلحته وإن هم بيسعوا إن هم أكثر منه دراية وخبرة، وبالتالي هم بينظر بجانب تاني. هو الطفل أو الابن بينظر للصداقة دي في محيط حوله، ومشكلتنا إنه عادة أبنائنا دائما عندهم مشكله في انه بيتعاملوا مع الاشياء الموجوده، يعني هسه الان في محيط الـ 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 الشباب عاده او حتى الابناء في مراحل الابتدائيه او الاساس عندهم مشكله انه في حاجات كثيره سالبه بيفتكروها انه الانسان اللي بيتصل بها هي حاجه ايجابيه، يعني مثلا يكون في واحد بيدخن سجاير، يعني في بعض الشباب بيفتكروا ان دي حاجه ايجابيه، الطالب او الشاب اللي انه بيدخن سجاير هو يفترض انه يكون لانه بيلزم من 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 لوازم حاله الشباب وكذا انه الانفتاح العالي كذا، انه مثلا المعاكسه في الشارع او عدم اهتمام بدخول الحصص، دي كلها حاجات في كثير من الشباب بيفتكروا انه دي حاجه كويسه، وبالتالي متى ما انه الاسره جابت تعليمات لابنها انه ده خطا وده خطا وده خطا بيبقى انه الفاصل بيناتهم فوق مشكله. بشكرك كثير دكتور نصر الدين وبشكر المعلومات اللي اديتنا ليها، ومشاهدينا هنتواصل معاكم بعد الفاصل، خليكم معنا. بارك الله. بيت الهنا.
أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا، نتواصل معكم في بيت الهنا. خلينا نقدم لكم نصيحة في التغذية. أهلا بكم وبالأخصائية أو أخصائية التغذية والعلاج الغذائي زهراء الحسن. نشوف مجهزة لنا شنو. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالمشاهدين الأعزاء في فقرة التغذية. حنتكلم اليوم عن تغذية الحاج، فبنجد أن الحاج بيبذل طاقة في الحركة وفي السعي في رمي الجمرات في أثناء الحج مقارنة بنشاطه العادي، يعني في إضافة في الحركة، لازم يكون في إضافة في السعرات الحرارية، في إضافة حول المغذيات. بلاقي الحاج مشاكل كثيرة خلال فترة الحج أو خلال أثناء فترة الحج، فلا بد أن يكون غذاؤه متنوع بيشمل جميع المجموعات الغذائية، ابتداء من الكربوهيدرات لتأمين لنا مجموعة الطاقة. الكربوهيدرات بيكون في شكل نشويات، إذا كانت عن طريق الخبز أو عن طريق الكيك أو عن طريق الرز. فمجموعة الكربوهيدرات مهم لتأمين الحاج الطاقة للسعرات الحرارية مقاصد النشاط الحركي اللي الإنسان بيبذله أثناء فترة الحج. الحاجة المهمة والأساسية تناول الخضار أثناء فترة الحج. كثير من الحجاج بيهملوا الخضار وبعانوا من مشاكل كثيرة أثناء الحج من نزلات لقلة الفيتامينز في الجسم أو الحصص الغذائية. فمهم وأساسي انتبه الحاج يتناول كمية من الخضار أثناء فترة الحج. الحاجة الثالثة اللي هي الفاكهة، لابد أن يتناول حصص من 3 إلى 5 حصص في اليوم أثناء الحج، أو يكون في شكل عصائر. والعصائر مهمة وأساسية لأنه في حركة، في نشاط، في فقد للسوائل عن طريق العرق. فبالإضافة للسوائل ممكن يشرب كمية من المياه أثناء فترة الحج، ويضيف على المياه قليل من الملح لأنه بيفقد السوائل عن طريق العرق، بتكون غنية بالأملاح. لتعويض الملح ممكن يضيف شيء بسيط يكون من الملح على كوب من الموية ويشرب حتى يكمل كل الأركان في الحج. عندنا حاجة مهمة وأساسية تناول التمور بكل أنواعه، وهي متوفرة أساساً في أصلاً في الحج في المدينة. والتمور لازم تكون معاها كمية من الألبان، هي وجبة أساسية للحج، دي بتأمن لنا الطاقة اللي ممكن نصرفها لنا أثناء فترة الحج. فعندنا تاني من الحاجات المهمة وأساسية تناول كمية الفواكه اللي ذكرناها مضاف لها السوائل خلال اليوم. الوجبات تكون منتظمة بصورة منتظمة، الفطور في المواعيد، الغداء والعشاء. فبعض المناسك بتخلي الحاج انه يكون ناسي نفسه، اول وجبة الافطار بتضيع منه. الحاجة الثانية الحجاج اللي بيكونوا بيعانوا من بعض المشاكل الصحية، لابد ان يكونوا عارفين من نفسهم هم حياكلوا شنو اثناء فترة الحج. اذا كان مريض الحاج بيعاني من السكر، يعرف نفسه هناك ما حيتناول نوع من انواع البلح او نوع من انواع السكريات او المشروبات الجاهزة. في حاجة مهمة واساسية اثناء فترة الحج هي التسمم. بيعانوا كثير من الحجاج من التسمم الغذائي، فلذا كل انواع الخضار والفواكه اللي بتناولها الحاج لازم تكون نظيفه او مغسوله جيدا قبل استعمالها. حتى الاطعمه تكون طريقه النقل والحمل بصوره يعني سليمه حتى تصل الحاج من غير يحصل تسمم غذائي اثناء الحمل واستلام الوجبه بصوره منتظمه. فدائما الحجاج يأمنوا غذائهم بتنوع الغذاء، بشرب السوائل الكافية، بتناول الحليب، بتناول التمور، في كان ما بعانوا من أي أمراض لها علاقة بالسكر. فنتمنى أنكم استفدتوا من حلقتنا لهذا اليوم عن تغذية الحجاج، ونرجع للأستوديو. نشكرك على نصيحتك اللي قدمتيها لنا، ونشكر دكتور نصر الدين اللي كان معنا في الفقرة الأولى، ونتمنى إن شاء الله إنه النصائح التي تقدم عبر بيت الهنا تؤخذ بعين الاعتبار ونطبقها في حياتنا علشان تكون مستقرة وهنيئة. هنا @الشروق تي في إيميلنا، نتواصل به معاكم إن شاء الله. بكرة نشوفكم على خير، ودعناكم الله. بيت الهنا.